السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة. موعدنا النهاردة بإذن الله تعالى في آخر فيديو في الجنرال امبريولوجي، آخر فيديو يا دكاترة. تمام. كنا لو تفتكروا بدأنا الدرس الأخير اللي هو الفيتال ميمبرينز، وقلنا إن الأغشية بتاعت الجنين اللي ما بتدخلش في تكوينها منها الأمنيوتيك ساك، منها اليوك ساك مع الألنتويس، منها الأمبيليكال كورد، واخر حاجه معانا هي البلاسينتا اللي هي مين دي؟ دي المشيمه. تمام؟ برضو مين يعني؟ قبل ما اقول لكم مين او نشرح فيها اي حاجه، الكتاب مش مفضل لنا الدرس ده لانه ضايف له معاه موضوعين تانيين. يا ترى ايه هما؟ ضايف لك معاه حاجه اسمها الديسيديوا وكمان الفيلاي. فاحنا يا دكاتره هنقسم الفيديو بتاعنا نصين، هنشرح الديسيديوا والفيلاي وبعد كده نروح نشرح البلاسينتا، علشان دول اصلا ماشي المفروض والاصل يعني يبقوا تبع درس الامبلانتيشن، بس علشان جزء صغير قوي قد كده اهوت مربوط بالبلاسينتا فحطيناه مع البلاسينتا، لكن يفضل انه يتدرس مع الامبلانتيشن. اصل النهارده في وانا بشرح لك الجزء ده هجيب لك المعلومات كلها اللي ذكرناها هناك، هجيب لك سيرتها، سايتوتروفوبلاست، سينسيتيو، ميزوديرم، مش عارف ايه الاستراكشر بتاع الكوريونيك فيزيكال. يا ريت يعني يا ريت تراجعوا قبل ما تدخل على الفيديو ده، على الاقل الجزء الاولاني بتاع الفيديو. تمام. توكلنا على الله. امسكنا كده الديسيديوا ماشي، هندرس عنها في الاول الديفينيشن وبعد كده التايبس، تعرفها ايه وانواعها ايه، ثم هنروح على الفيلاي وهندرس عنها اربع مواضيع او ثلاثه، ديفينيشن برضو يعني ايه فيلاي بالاساس، انواعها ايه، طيب التايبس، لكن قبل التايبس ممكن ناخد الفيت على حسب ترتيب كتابنا غير منظم شويه، لكن ديت السب تايتلز اللي هتبقى موضوعنا النهارده، وتوكلنا على الله. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح على الكتاب. زي ما احنا شايفين البلاسينتا اهوت حته من الفيتال ميمبرينز، وحطها لك في درس لوحديه عشان ضيف لك معاها مين؟ الديسيديوا والفيلاي. ماشي، هندرس اهو الديسيديوا هنا في الاول كده الديسيديوا، وبعد كده هنيجي ننزل ناخد الفيلاي. كده خلصنا الصفحه الاولى مع الصفحه الثانيه، وهنيجي هنا نبدا ناخد البلاسينتا بحوافرها ان شاء الله. نطلع كده على الديسيديوا. اتفقنا مع الديسيديوا اللي احنا هناخد عنها حاجتين، الديفينيشن تعرفها ايه، والتايبس كاتب لك هنا على حسب الريجنز مش هنختلف، خلينا نكتب اهو التايبس. تمام يا دكاتره، ممتاز قوي. ديسيديوا ديسيديوا ديسيديوا، زهقتني بالاسم ده، معناها ايه الاسم الغريب ده؟ بص يا دكتور، مش احنا عارفين ان الرحم معانا او اليوترس بيبقى مكون من كذا طبقه؟ منه يعني الاول، اول طبق اندو، تاني واحده مايو، تالت واحده بيري، واحده داخليه، واحده عضليه، واحده جداريه، بتحوط الرحم كله. طب ماشي، وبعدين فين صور الكلام ده؟ فين؟ مالكش دعوه، لان ديت حاجات تبع الريبرودكتيف سيستم، فانا مش هاجي اشغل بالك بحاجات مش في مديولك، يهمنا بس ان احنا بنتكلم على طبقه اندوميتريوم بتاعه اليوترس. بعد ما بيحصل اهو هكتبها لك بخط كبير قوي، امبلانتيشن للبلاستوسيست للجنين اللي احنا كوناه بعد ما انغرز جوه الجدار بتاع الاندوميتريوم، بيغير اسمه بيبقى اسمه الديسيديو، بس كده اهو. يبقى الديسيديو هو يساوي اندوميتريوم، هو نفس المصطلح بط افتر امبلانتيشن، وعشان كده بنقول الديسيديو يفضل ان هي تتدرس مع الامبلانتيشن في صفحه رقم 13 كده، او يعني في بدايه الكتاب. ماشي، كنا جبنا سيرته على فكره هناك، وقلنا ان لما انت تيجي تغرز حاجه في الارض لازم هتطلع جذور عشان تمسك نفسها في الارض، وعشان كده الجذور دي اسمها الفيلاي، فالاثنين مرتبطين ببعض. ماشي، الديسيديو يا دكاتره على حسب مكانها بتتغير اسمها، لاما تبقى اسمها بزالس او اسمها كابسولاريس او برايتالس. ونشوف على صوره زي دي ممتازه قوي. فين الجنين؟ اهو ده اللي انا بحوطه اهو. طب واللون الاصفر اللي حواليه ده عباره عن ايه؟ اللون الاصفر ده هي الديسيديو، ممتاز قوي. اللون الاصفر يا محترم اللي في البيز بتاع الجنين، او يعني في ارضيه الجنين، اللون الاصفر ده بالذات اهو ماله، ده اهم نوع، اسمه الديسيديو بيزالس لانه في البيز. طب ماشي، طب وده ماله ده؟
ده يا باشا هو الديسيديوا كابسولاريس، لانه عمل كبسولة حوالين الامبريو معانا، حوالين الامبريو ده انا اسف البرايتالس، لانه الجدار اللي حوالين الامبريو، اما اللاصق على الامبريو ده اللي عامل كبسولة عليه اسمه الكبسولاريس. يبقى هما تلات انواع ما تلخبطش ما بينهم، اللي باللون الازرق ده برايتالس، تاني واحد جوه كبسولاريس، واللي على الارضية بيزالس. بيزالس كابسولاريس برايتالس، وكلمه ديزيديو بتضيفها بس مع كل واحده. حلو قوي. اهو البيزالس هي ديب تو ذا امبريو اند ادجيسنت تو ذا كوريون فراندوزم. مين ديت ما نعرفش، هندرسها دلوقتي. وده على فكره الفيت، هنا دي الفيت مش الفورميشن. الفورمز ذا ماتيرنال بارت اوف ذا بلاسينتا. ايه الكلام ده؟ لسه هنعرفها مع البلاسينتا قدام. ماشي فين قدام؟ اهو هنا، ما تستعجلش. الكابسولاريس سوبرفيشال تو ذا امبريو، يعني شايفين الامبريو اهو، ماله الامبريو؟ ديب ليها بزالس، سوبرفيشال ليها كابسولاريس. طب والبرايتالس هي ما تبقى من الاندومتري، اللي هي ديت البرايتالس اللي انا بحطط عليها دلوقتي. ماشي انا اختلف كده، خلصنا الديسيديو حرفيا. هنمسح الكلام ده كله وهقول لكم ملخص عشان ما نعديش على الديسيديو تاني. مين الديسيديو؟ هي الاندومتري. ايه ده يعني؟ هي بطانة رحم، بطانة رحم، لكن بعد ما حصل الامبلانتيشن. هي الفانكشنال لاير اوف اندومتريا، يعني ان كنت عايز ادق هي طبقه من الاندومتريوم الوظيفيه. البلاستوسيست دخلت جواها وغرزت جواها خلال الحمل طبعا. امال الامبلانتيشن هيحصل امتى؟ السبرم هيجي امتى؟ ماشي. عندنا بيزالس كابسولاريس برايتالس، وفي برضه مارجيناليس بس مش عليه. نزلنا تحت على الفيلاي، فالفيلاي بيقول لك انيشالي الكوريونيك فيلاي، يعني كلمه فيلاي اولا يعني فينجر لايك بروجكشن، يعني بروز شبه الصباع. الكورينيك يعني تبع الكورينيك فيزيكال، مرحله من مراحل تطور الجنين. ار اول فورمد اول اراوند ذا كورينيك ساك. الكورينيك ساك عايزين نبص عليها اهي، الصوره دي قلت لكم تبع الحصه اللي جايه. لما بصينا على الصوره ايه، وبصينا على الجنين اللي معانا ده، او يعني دي مين دي؟ دي الكورينيك ساك. ايه الشعيرات اللي طالعه منها دي؟ تبقى مين دي؟ تبقى الفيلاي. عشان كده بيقول لك هي اول اراوند الكورينيك ساك. طب بعد كده في حرف البي اختفى فين؟ اختفى كل الفيلاي ما عدا اللي ناحيه الديسيديو بيزالس، فسميناها اسم مميز اسمها الكوريونيك فراندوزم. طب والباقي، الباقي اللي كان موجود، اللي كان موجود هنا كله راح فين؟ اختفى. ليف يعني ليف، ليف يعني ترك، هو سميناه بالكوريونيك ليف. فده المصير الفيت بتاع الفيلاي. لا اما طبعا الجمله الاولانيه دي بتقول لك ان هي كانت منتشره في الاول حوالين الكورينيك ساك، وبعد كده الكوريونيك فيلاي اللي حوالين الديسيديو بيزالس بقى اسمها كوريون فراندوزم. لكن اللي عند الكوريون الديسيديو كابسولاريس او عند اي ديسيديو تانية اختفت، كوريون ليف. اختفت ازاي؟ بص على الصوره تاني، اهي الصوره اهي. نمسح الكلام ده كله عشان يوضح المنظر. الشعيرات زي ما احنا شايفين واضحه هنا، مميزه قوي. لقينا الشعيرات هنا اختفت اللي عند الكابسولاريس، دي طبعا الكابسولاريس اهي، وهنا البيزالس استمرت في النمو عند البيزالس فسماها كوريون فراندوزم، اختفت هنا اهوت فسماها كوريون ليف. دي مصيرها الفيلاي. احنا كده خلصنا الفيت بتاع الفيلاي. هناخد ايه تاني عن الفيلاي؟ هناخد عنها ثلاث حاجات. اولا الديفينيشن، وعرفنا ان هي فينجر لايك بروجكشن الحمد لله. الفيت وعرفنا مصيرها، بعضها هيمشي بعضها هيكبر ويغير اسمه. ماشي انوعها بقى. التالت حاجة واخر حاجة معانا في الفيلاي، الفيلاي ديت عبارة عن بروجيكشنز من الكورينيك ساك. طب ما هو البروزات دي هتطلع من فين بالظبط؟ عاوزين نشوف الكورينيك ساك، بس انا الصراحة مش هطلع بشبع بعيد قوي، يعني اتمنى لو انت هترجع الكورينيك ساك قبل ما تدخل معايا. زي ما احنا عارفين الكورينيك ساك كان عندها طبقة في الاول كده هوت اسمها السنسيتيو تروفوبلاست، وبعد كده عندنا طبقة بعديها اسمها السايتو تروفوبلاست، ثم يتبعها طبقة اخرى اسمها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، طبعا السوماتو بلوريك اللي هي الجدارية. وبغض النظر عن الحاجات اللي جوه مش هنحتاجها، كم طبقة؟ ثلاثة بس على فكرة. في كمان، بس خلينا نرسم هنا هوت حبة بلاد فيزلز جوه الفيتال بلاد فيزلز. ماشي. الفيلاي بقى هتبقى تكوينها انهي طبقة من الاربعة دول؟ الحقيقة على حسب تسميتها او مرحلة تطورتها. لو هي برايمري اولية يعني هتتكون من حاجة واحدة بس، لو هي السكندري سكند يعني اتنين يبقى هتتكون من حاجتين، لو هي التيرشري يعني هتتكون من ثلاث حاجات. حاجة واحدة بس البرايمري كورينيك فيلاي هي اللي احنا شايفينها دي البرايمري فيلاي، بعد كده السكندري وبعد كده التيرشري، هتبقى طبقة واحدة بس من اول هنا هوت لحد هنا هوت. الطبقه دي اسمها التروفو بلاست. مالها التروفو بلاست؟ احنا كنا قسمناها ذهنيا لنوعين، الى السنسيتيو
كان فيها كذا نيوكلاي لو تفتكروا وسايتو الداخليه، عشان كده السنسيتيو والسايتو هم اللي عملوا برايمري كوريونيك فيلاي. انا بقول لك هي طبقه واحده بس عشان تسهل لك حفظها. السكندري يعني فيها طبقتين، فهنزود عليها حاجه كمان، هي نفسها نفس البرايمري لكن هنزود عليها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي هي نشوف الطبقه الزرقاء ديت السنسيتيو، الطبقه الحمراء ديت السايتو، هنضيف عليها بقى الطبقه البنيه ديت اللي هي الاكسترا امبريونيك ميزوديرم على التروفوبلاست، فهتتقل بالشكل ده كده. اخر حاجه هنضيف الفيتال كابيلاريس او حبه بلاد فيزلز، وهتكون دخلت وعاملين الشكل المعقد اللي قدامنا ده. تمام تمام اهو نفس السكندري فيلاي التيرشري بس انفيدد بالفيتال بلاد فيزلز. طب يا عم استفدنا ايه؟ احنا كوننا الفيلاي وخلصنا، خلاص درست لنا الديفينيشن وخلصنا، الفيت وخلصنا، والتايبس وخلصنا، استفدنا ايه؟ فين الفانكشن؟ هو مش كاتب لك الفانكشن. بص يا باشا، احنا دلوقتي كان معانا البلاستوسيست بعد ما كوناها عاوزه تتغذى، جعانه بقى هتروح فين؟ هتعمل امبلانتيشن اول حاجه جوه الديسيديوا، وبعد كده هتعوز تاكل، عشان تاكل هتطلع الايود بتاعتها الفيلاي عشان حاجتين، اما تثبت نفسها او تعمل اكستشينج بالبلاد فيزلز اللي دخلت جوه هنا كده اهو. طب ما يا عم كانت تعمل اكستشينج على طول، لازم يعني نطلع علينا فيلاي؟ ما هو الفيلاي ديت بتنكريس السيرفيس اريا، مساحه السطح، فور مور اكستشينج اهو. شايفين لو مسحت انا الجمله دي كده اهو من اول هنا اهو لحد هنا، الدم افتراضا جاي كده اهو ماشي كده، هيقوم طالع الويست برودكتس للام واخد منها النيوترينتس الاكل والاكسجين وما الى اخره، لان احنا هنا مين؟ هنا مين؟ هنا الديسيديوا اللي هي الاندومتري بعد الامبلنتيشن، وده مين؟ دي حته من الكورينيك ساك اللي هو الجنين، يعتبر احنا عاملين زوم ان قوي وقاطعين حاجات كتير، فاتمنى تكون متخيل معايا يعني. وباختصار بس هنعمل اكستشينج عن طريق الايه؟ الفيلاي. طب ما يا عم لازم يعني نحط الجدار ده كله؟ الرخامه دي لازم نخليها تيرشري، ما كفايه برايمري. اقول لك يا حبيبي كده الدم الابن او الولد هيختلط مع دم الام ودي مشكله. الجدار ده كله يا ريت لو تكتبه لي اسمه البلاسينتال بارير، ده بيمنع الميكسنج اوف ذا بلاد، لو الابن عنده وفصيل الدم مختلفه واختلطت مع الام هيكسروا بعض، هيهاجموا بعض. ماشي ماشي. بصوا بقى البلاسينتا اللي احنا هندرسها ان شاء الله دلوقتي مقسمه الى جزئين، جزء من الام وجزء من الابن. الجزء بتاع الام مين اللي هيكونه؟ الديزيدوا بيزالس. مين الديزيدوا بيزالس؟ كلمه ديزيدوا يعني الاندومتري بعد الامبلنتيشن، يعني بيزالس يعني الحته اللي ورا البيبي بالظبط. فين البيبي؟ اهو ده البيبي معانا اهو، الحته اللي ورا بالظبط الديسيديو بيزالس. الجزء ده هيبقى مين بعد كده؟ هيبقى الماتيرنال بلاسينتا، يعني جزء البلاسينتا اللي انتجته الام. اصل في جزء تاني هينتجه الطفل، ده من الكوريوم فراندوزم. انتوا مين يا باشا؟ احنا الفيلاي التيرشري اللي ورا الديسيديو بيزالس، يعني موجود هنا كده. تمام؟ ان نختصر الفيلاي على السريع وبعد كده ندخل على البلاسينتا، وهديكم ريست يعني بتقلقوش. بصوا يا دكاتره، اخدنا باختصار شديد الفيلاي، عرفنا مصيرها ان هي لو هنحتاجها بتتحول للكوريون فراندوزم. فين اللي بنحتاجها؟ مكانها فين؟ بيكون عند الديسيديو بيزالس، يعني في المنطقه دي كده، لان المنطقه دي بعد كده هتبقى البلاسينتا. كوننا الكوريون فراندوزم، حلو قوي. بقيه الفيلاي اللي كانت حوالين الكورينيك ساك هتختفي، كوريون ليف، هتليف المنطقه. بعد كده الفيلاي خدنا انواعها، عرفنا ان هي برايمري حاجه واحده تروفوبلاست، سكندري حاجتين اللي هي باضافه الاكسامبريونيك ميزوديرم، التيرشري ثلاث حاجات باضافه البلاد فيزلز. واخدنا الفانكشن ان الفيلاي دي بتزود مساحه السطح للاكستشينج بتاع النيوترينتس. هننزل تحت بقى وناخد البلاسينتا. قبل ما ناخد البلاسينتا معاك بالظبط بالظبط 3 دقائق استراحه، هتغمض عينيك وترجع تشغل الفيديو تاني 3 دقايق، هتغمض عينيك وانت واقف كده وانت قاعد على المكتب، اسمع مني انا بديك التركيات المذاكره، تمام؟ توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في النصف الثاني بقى من الفيديو، احنا اتفقنا ان الديسيديو الفيلاي اول نص وخلصناهم لله الحمد، دلوقتي هنروح على مين؟ على البلاسينتا اللي بدانا اصلا عشانها. البلاسينتا يا دكاتره ليها مواضيع كتير وتفاصيل هتدرسوها في النساء والتوليد ان شاء الله في وقتها، لكن احنا علينا هنا حبة التعريفات بس مش اكتر. هندرس ايه؟ طبعا ايه هي المشيمه دي الاول؟ نروح كده على الكتاب ده، الطفل بتاعنا هوت الجزء ده هي المشيمه، بيحصل عندها الاكستشينج
للنيوترينتس والويست برودكتس ما بين الام والفيتس، نقطه التقاء ما بينهم. تمام تمام. غير كده جدار اليوترس هو بيفصل الام عن البيبي. ماشي، نرجع للمشيمه ونعرف اللي احنا هندرس لها جروس مورفولوجي او شكلها الخارجي. ماشي، والمفروض يعني اللي احنا خلاص درسنا البارتس. تمام، هدي دي نقطه. وعلينا الانوماليز اللي هي العيوب الخلقيه، وهنقسمها جزئين، لاما عيوب خلقيه على اختلاف الشكل بتاع البلاسينتا او على اختلاف مكان البلاسينتا طبعا عن الطبيعي. هل في حاجات تانية كان ممكن ندرسها؟ كان ممكن ندرس ايه؟ كان ممكن ندرس والله خد معايا كده الديفلوبمنت، مش علينا ولا علينا؟ علينا. البارتس هي الديفلوبمنت. فين الشرح بتاع؟ نرجع كده، هنطلع فوق 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 اهي، ده كده هوت الديفلوبمنت معاك. الماترنال بارت ديسيدو بيزاليس، الفيتال بارت كوريان فراندوزا، بس مش هنختلف يعني. طبعا في فرق كبير قوي ما بين البارتس وما بين السيرفيسز اللي هناخدها دلوقتي، بس عشان يعني السباق ان الاحداث ما تتلخبطش. هنرجع كده تاني، كان ممكن ناخد بلاسنتال سيركيوليشن، الحمد لله ان هي مش علينا. طب ناخد الفانكشنز دلوقتي، الفانكشن بتاع البلاسنتا، والله مش بنعمل عندها اكستشينج للجازز، يبقى ريسبيريشن. طب مش بنغذي بيها الفيتس بتاعنا، يبقى نيوتريشن. طب مش بنطلع الاكسكريتور برودكتس الويست برودكتس، يبقى اكسكريشن. طب مش بنحمي، بنساعد في حمايه الفيتس، يبقى بروتكشن. ممتاز قوي. لو حابب تكتب الفانكشنز دي اكتبها، بس انا بحاول بس افهمك المصطلح كمشيمة عباره عن ايه. اللي عليك في المنهج جروس مورفولوجي انوماليز. هنرجع للكتاب جروس مورفولوجي، اهو كده واضح الجروس مورفولوجي. هننزل تحت هناخد الانوماليز. انوماليز نقسمها لجزئين، جزء على حسب البوزيشن، جزء على حسب الشيب. هل في اختلافات تاني؟ ممكن على حسب السايز، ممكن على حسب، في اختلافات كتير قوي نمبر ومش عارف ايه، بس يعني مش عليك. تمام، ناخد اللي علينا فقط. نبدا بالجروس مورفولوجي على السريع. الشكل الخارجي، بصينا على البلاسينتا، الصوره دي مش افضل حاجه، بس يعني هي شكلها ايه؟ هي شكلها يا دكاتره ديسكويد. ديسكويد يعني ايه ديسكويد؟ يعني شكل القرص. عارفين رغيف العيش؟ اهو كده اهو حرفيا. يعني لو كان في صوره ثانيه هنا افضل، في صوره افضل مفيش، بس يعني اهو افتراضا دي معانا المشيمه اهي، فدي حرفيا شكل القرص وطالع منها مين؟ الامبيليكال كورد او شكل الورده. هنطلع نرجع تاني للكلام المكتوب. سيركولار دائريه ووزنها نص كيلو 500 جرام. الحمد لله ان هو مش كاتب لك يعني الدايمتر اللي هو المفروض 2.5 سنتي، ولا الثيكنس اللي هو المفروض 3 سنتي، فيعني ملخص لك الدنيا. فقول الحمد لله، احفظ الارقام اللي مكتوبه عندك فقط. ليها اتنين سيرفيسز، شايف كده؟ ده بيبي، تمام، واحنا طبعا بنتكلم في الرحم. طب فوق هنا مين؟ الام. عشان كده الاستراكشر اللي احنا شايفينه قدامنا ده هنقسمه تو سيرفيسز. السيرفيس اللي جوه اللي ناحيه البيبي اسمه الفيتال سيرفيس، السيرفيس اللي بره اسمه الماتيرنال سيرفيس. بصينا على الصوره ديت، اهو معانا هنا الفيتال سيرفيس وهنا الماتيرنال سيرفيس. يعني الجزء اللي تحت ده ماتيرنال، البناء طلع فوق كده، الجزء ده فيتال هو تحت من هنا، يعني زي الطبق اللي مقلوب كده، ده الطبق اللي مقلوب. مش هنختلف. هل في فرق ما بينهم؟ في فرق. الفيتال ناحيه الجنين اكيد هيطلع من عنده الامبليكال كورد، ممتاز قوي. الماترنال سبحان الله سبحان الله، يعني متقسم لبارتس اسمها كوتليدنس، واسم احفظه لي بعد اذنك، اهو زي ظهر السلحفه اهو. تمام، دي مميزه بالامبليكال كورد، دي مميزه بالكوتليدنس، وخلصنا على كده. رجعنا للكلام، اهو معانا الماترنال سيرفيس متميزه بالكوتليدنس، الفيتال سيرفيس متميزه بالامبليكال كورد. كاتب لك على ديت ان هي الريجولار، ماشي، عشان فيها استراكشر اسمها كوتليدنس وفورمد في 15 ل 20 الريجولار بارتس اسمها كوتليدنس. ماشي، السطح بتاع الفيتال سيرفيس سموث ناعم وماسك فيه الامبليكال كورد في النص بتاعه كده، في النص، ماشي، اهو طالع من النص اهو لناحيه الفيتال عشان يغذيه بقى. ماشي، ننزل على الانوماليز على السريع كده، احنا في اخر فيديو بحاول الخص لكم، عارف انكم مزنوقين قبل الامتحان. ماشي، الانوماليز او العيوب الخلقيه على حسب المكان. هي البلاسنت ليها مكان طبيعي؟ فين؟ شايفين افتراض ان ديت الرحم، ماشي، دي طبعا مكان غير طبيعي بالمره. المكان الطبيعي بيبقى فوق كده اهو، وبعدين يطلع منه الامبليكال كورد والبيبي يكون قاعد تحت بالطريقه دي. طب ليه؟ عشان البيبي يا دكاتره هو اللي بينزل الاول وبعديه ينزل ورا البلاسنتا. طب ما المشكله يا عم، ما ننزل بلاسنتا الاول؟ لا، بلاسنتا فيها بلاد فازلز كتير، لو نزلناها الاول هتنزف وهتعمل مشاكل، هتعمل حاجه اسمها انتي بارتم هيموريج او نزيف بعد الولاده. انتي اكتبها دلوقتي بعد اذنك،
انت يعني بيفور معلش قبل الولاده ان هي الدسنتمنتز الاول، بارتم يعني ليبر او الولاده، هيموريدج يعني نزيف، فده نزيف قبل الولاده. ده لو المكان بتاع البلاسينتا موجود تحت، يعني تحت يعني في اللور يوترس. الطبيعي فين؟ شوف اكتب لي بين قوسين نورمال سايت ابر يوترس، ابر سيجمنت اوف بوستيريور وول اوف ذا يوترس، زي ما درسنا قبل كده في الامبلانتيشن، عشان الامبلانتيشن هو بدايته بدايه البلاسينتا. ابنورمالي هي الصور اللي قدامك دي كلها في اللور يوترس، لكن في النص اللي تحت من الرحم فعليا لكن اختلف حبه صغيره. مثلا شايفين الصوره ديت، ديت مغطيه الفتحه كلها بتاعه الانترنال اوس، انترنال اوس، اوس يعني اوروفيس او اوبننج، انترنال داخليه عشان في واحده تانية خارجيه هنا ماشي. دي هنا تكمله ايه بقى؟ السيرفكس. البيبي هيطلع بالاتجاه ده كده، مغطيه كلها، فاسمها السنترالز، السنترالز مكانها سنترالز. طب ودي، دي واخده على المارجن بتاع الانترنال اوس ماشي، فديت اسمها مارجينالز. طب ودي، ديت بعدت قوي عن المارجن وطلعت لفوق على الصيد بتاع الرحم، فعش كده اسمها لاترالز، لاترال يعني على الجنب. بص خلينا نرقمهم عشان نفهمهم اكتر، 1 2 3. ايه سبب الترقيم؟ بعدنا عن الانترنال اوس، او اقرب حاجه في النص سنترالز، ابعد شويه على الحواف فقط مارجينالز، مارجن يعني حافه، بعيد خالص ومش حتى على المارجن ولا لامسين الانترنال اوس لاترالز ماشي. ماشي، بصوا بقى على الكلام المكتوب، بيقول لك لو البلاسينتا او المشيمة مش موجوده في الابر يوترس ساعتها هتبقى موجوده في اللور يوترس، يعني هيبقى الجنين الاول وبعديه اليوترس تحت، فهنقول عليها بلاسينتا بريفيا. بريفيا يعني بيفور، تمام؟ يا ريت لو تكتبوا الكلمات اللاتينيه ديت ورايا. بيفور يعني اثناء الولاده البلاسينتا هي اللي هتنزل الاول، عشان كده اسمها بلاسينتا بريفيا ماشي. هي هتيجي الاول طبعا هنا ماشي. ان ويتش ذا بلاسينتا از اتاتش تو ذا لوور سيجمنت اوف ذا يوترس. احنا عارفين اليوترس ده كان عنده فندس وعنده بادي وعنده سيرفكس، هو قصدهم اللور سيجمنت اوف ذا بادي، قريب من الانترنال اوس بتاعت السيرفكس. يعني مش هنختلف في اجزاء بتاع ده تبع الريبرودكتيف، لكن كل يهمنا ان هي في اليوترس في الرحم من تحت ماشي. ثلاث انواع كلهم بلاسينتا بريفيا معانا، لاتراليس مارجينالس سنترالس. اللاترالس دكاترة اتاتشت فوق السيرفكس، اما المارجينالس اتاتش على المارجن بتاع السيرفكس. يعني ايه الكلام ده؟ على فكره الاثنين دول هيلخبطوك لولا ان انت ركزت في موضوع الانترنال اوس. المارجينالس لمسه الاوس، اهو شوف اكتبها لك، لمسه الاوس. اللاترالس لا تلمس الاوس، ده الفرق ما بينهم ماشي. الاثنين دول على فكره A و B لاترالس، المفروض كان يحط لك ايه الطبيعي، لكن هو ما عملهاش كده، هو كررها مش اكتر عشان يحط لك الليبلز عليها. الحكمه ان هي مش لمسه الاس، هنا لمسه الاس فاسمها مارجينالس، ان هي على المارجنز او الحواف بتاعه الاس ماشي. يعني اس يعني اورفيس يعني فتحه. افتراضا بقى ماشي مع اللاترالس مارجينالس سنترالس، وعرفنا الثلاث اشكال بتوع اختلاف مكان المشيمه، نروح على اختلاف الشكل بتاع المشيمه. هل المشيمه ممكن تختلف شكلها؟ يعني هي سيركولار ديسكويد، هل ممكن تختلف؟ اولا ممكن تطلع لها جزئين. بص اسمها باي بارتايت بلاسينتا، بلاسينتا يعني مشيمه، باي باللاتيني يعني اثنين، وبارتايت يعني بارت او جزء، يعني عندها جزئين. طب تراي بارتايت او مالتي لوبر، مالتي لوبر يعني عندها ماني لوبس، زي ايه؟ اجزاء كتيره قوي، فصوص كتيره كترجمه حرفيه. تراي بارتايت يعني 3 بارتس. نبص على الصوره بعد اذنك، اهي الصوره ديت، ده امبلايكال كورد واحد فقط، في كام بلاسينتا طلع منها؟ هذه الاولانيه وهذه الثانيه، ديت باي لوبد. طب ماشي، طب وهنا امبلايكال كورد واحد بس، او 1 2 3 4 5 مور ذان 2 لوبس، ممكن لو ثلاثه بس تراي بارتايت، لو اكتر من كده مالتي لوبر ماشي. نزلنا تحت، يبقى احنا خلصنا من اختلاف الشكل، لقينا عندها على فكره الاثنين دول تبع النمبر، الاثنين دول مكتوب عليهم اختلاف في النمبر، تو بارتس وهنا تراي لوبد. في بقى الباتل دور والساكسن ترياتا، الاثنين دول اسهل مما تتوقع. كل اللي هتعمله انك تعرف الكلام باللاتيني يعني ايه. باتل دور يعني يا دكاتره بات، يعني بات يعني مضرب. طب ساكسن ترياتا يعني سبستيتيوت، سبستيتيوت يعني ما سبستيتيوت يعني احتياطي. عرفت الكلام بلاتيني، انت وضحت الموضوع بنفسك. بص الباتل دور بلاسينتا دي بتحصل لما الكورد يمسك في البلاسينتا بس من الحافه مش من النص زي ما اتعودنا من الحافه. طب ماشي، ايه دخل ده في المضرب؟ شكله يا دكاتره الشكل الطبيعي، بص عايزين نشوف صوره ليه ماشي. تعال نشوف صوره من على جوجل على السريع عشان نوضح الشكل بس. خلينا ننزل كده يا دكاتره،
اهو على سبيل المثال يعني الصورة اللي قدامنا ديت معانا ده اهو البلاسينتا وطالع منها يا دكاترة الامبليكال كورد، بس من فين؟ من الجنب ده على فكرة المارجن، كان الاصل تطلع من فين؟ تطلع من النص من هنا، بس طلعت من المارجن. فعاملين شكل المضرب، عارفين المضرب تنس الطاولة اهو ده المضرب بتاعنا، فعشان كده اسمها ايه؟ اسمها باتل، انا اسف لو الخط كانش واضح شوية، اسمها باتل دور، يعني باتل دور باللاتيني يعني بات او مضرب، ماشي. ده الشكل الاولاني. الشكل الثاني طلعنا فوق كده اسمها ساكسنترييت بلاسينتا، يعني ايه؟ يعني ظهر لنا واحده احتياطي، دي البلاسينتا الاساسيه اهي اللي احنا نعرفها، في واحده تانية اكسسوري احتياطي جنبيها اهي، اكسسوري لوب. حلو الكلام، مجمعين يا دكاتره ولا ايه؟ نزلنا على صوره اخرى، على سبيل المثال صوره زي دي، هنا معانا بايلوبد بلاسينتا، فوق هنا بايلوب ليه؟ في واحده اتنين، هنا ساكسنترياتا اللي في واحده صغيره واحده كبيره، دي اللي الصغيره دي احتياطي، هنا دي يعتبر مش علينا دي ولا دي، لكن هنفترض ان دي ماسكه من الجنب، فساعتها دي هتبقى مين؟ هتبقى الباتل دور. حلو قوي، يبقى احنا كده خلصنا دكاتره الحمد لله. لكن كاتب لك ان هنا هيحصل بوست بارتم هيموريج. احنا اتفقنا ان يا دكاتره ان الانوماليز دي باختصار تختلف على حسب الشيب او على حسب البوزيشن. احنا بدانا بالبوزيشن، البوزيشن بتنزل في اللور بارت، فعشان كده بتنزل الاول مع الولاده، فبيحصل لنا انتي بارتم هيموريج. طب مع الشيب، مع الشيب هتسبب في نزيف بعد الولاده، فعشان كده بنقول عليها بوست بارتم هيموريج. ليه دي قبل الولاده؟ اصل هي مكانها تحت، هتنزل الاول فهتنزف الاول. طب ليه دي بعد الولاده؟ عشان شكلها غريب ما استحملش الشكل الطبيعي فنزفت واحنا بنطلعها. تمام، حلو قوي، خلصنا كده يا دكاتره الحمد لله، درس بسيط وسهل. الكلام ده تبع ان شاء الله من اول هنا السبيشال امبريولوجي، هبقى اعمل له بلاي ليست لوحدها في وقتها ان شاء الله، يعني مش دلوقتي، يعني بعد فتره كده. طلعنا فوق، احنا طلعنا فوق بعيد قوي ليه كده؟ البلاسينتا وباختصار اخذنا عنها ايه؟ اخذنا عنها جروس مورفولوجي، عرفنا ان هي شكلها شكل القرص، عرفنا ان هي عندها سطحين ماترنال وفيتال. نزلنا تحت عرفنا الانوميليز على حسب البوزيشن، هي بتيجي تحت ابنورمالي بتبقى بريفيا، يعني بتنزل الاول، بريفيا يعني بيفور، يعني هي اصليه تحت، ماشي ماشي. لو كانت على جنب لاتراليس، لو كانت على المارجن بتاع الانترنال اوس مارجناليس، لو كانت في النص بالظبط يبقى سنتراليس. نزلنا تحت عرفنا اختلاف على حسب الشكل، ممكن تبقى باي لوبس عندها فصين، ممكن عندها ثلاث فصوص او اكتر، ساعتها اسمها باي بارتايت او تراي بارتايت. ممكن تكون شكلها شكل المضرب بتاع تنس الطاوله اسمها بيتل دور. ممكن تبقى عندها واحده تانية احتياطي صغيره فاسمها بلاسينتا ساكسنترياتا، ودي هتسبب بوست بارتم هيموريج عشان شكلها غير طبيعي بالمره فهتنزف بعد الولاده. اما دي هتسبب انتي بارتم هيموريج، هي موجوده الاول فهتنزل الاول فهتعمل نزيف قبل الولاده. يعني ايه ولاده؟ يعني خروج البيبي. تمام، احنا هنا لما نخرج البلاسينتا الاول فهتعمل نزيف الاول. ماشي، خلصنا كده يا دكاتره، بجد بجد اتمنى اكون فدتكم في ال 40 صفحه دول. نسال الله حبه وقدرته والاخره، وهذا العمل خالص لوجه الله تعالى وهي توارث للعلم. تمام، وما توفيقي الا بالله عز وجل، عليه توكلت واليه انيب. اخر دعوانا باذن الله تعالى ان الحمد لله رب العرش العظيم.